سند عندنا مبادئ ما بنحيد عنها. اولا ما بنكذب على المريض، ثانيا بنحكي مع العائله بنفهم اول شيء هم وين من الموضوع، قد ايه هم بيعرفوا، قد ايه بدهم المريض يعرف. لكن العائله لها كمان دور تقرر قد ايه المريض بده يعرف. وانا ما فيني انا بقوله بالانجليزي تو باي باس، ما فيني اتخطى العائله واوصل للمريض، هو مش عندي بالمستشفى هو بالبيت. وانا بدي مصلحته اشوفه بالبيت لانه ناس بتحب تكون باخر ايامها بالبيت. ثالثا بطلب منهم انه نمشي خطوه خطوه مع بعض لنوصل لمحل نفهم المريض هو شو بده. عنا الدعم الاطباء والممرضين والدعم النفسي للعائله وللمريض لنوصل لتفاهم مع بعض. خامسا مش دائما المريض نوصل لمحل يكتب عاجبينه وانا عم بموت، مش هذا اللي بدي اياه. بس اذا البيت لغته وداعيه، اذا المريض عم يتصرف بطريقه صار فاهم هو تعبه يمكن مش رح يتحسن. اذا كل البيئه بتقول لي وصل مرادي تحسنت عوارضه نفسيا تحسن، عم بيحكي مع عائلته عم بيودع، عائلته عم بتزوره، العائله مرتاحه، الداينامكس مضبوطه، ابو زيد خالي شو بدي احسن من هيك؟ فانا لا ارغب باني انا يمسك هالعلم ويقول يا جماعه انا رايح. بس اذا تصرف بطريقه بتطمني انه هو حقه بالمعرفه وصل له بشكل او باخر،